من دون ما تعرف كان بانتظار تقلها مفاجأة من شخص يعتبرها أم الثانية لهالسبب حب يعايدها بمناسبة عيد الأم. بدك تحكي؟ إيه أكيد. ألو. ألو. جاد أنت على الهوى. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. مين اللي بيعايدك عيد الأم كل مرة؟ جاد أبو علي. شو عم بتغني لي ست الحبايب لأنك بمصر يا جادو؟ يا حياتي من مصر هايدي جادي. ايه بعرف انه انت بمصر عم بتصور فيلم. جاد انا كتير بحبك وانت بتعرف هيدا الشيء. وهالعلاقة الصادقة بين جاد وتقلا ترجع لما قبل مسلسل عروس بيروت واللي أدى في جاد دور ابنها. انا الحق علي كان لازم فكر كتير منيح قبل ما اجيب 4 أولاد. ما بقى فيه احمول يا ماما، ما بقى فيه احمول. جد هي ابتدت القصة يعني انا مرة كنت عم بحضر، انا جوزي مخرج بتعرفوا، وكنا عم نحضر مسلسل وقتها هو مشارك فيه، كان اول مرة بيطوله، لفتنا نظرنا هالشاب يعني حساني كتير موهوب وحبينا ان نحن نتواصل معه. كان عنا عم نشتغل على فيلم مورين ولكن يمكن هلا مش ان هو يعني كنا حابين يكون موجود بالعمل، ولكن العمر شوي طلع اصغر مما لازم. مهم من وقتها صار في عنا نحن وجاد علاقه لانه حسيناه انه جاد فيكون ابننا يعني، وكان هو كثير يعني ايمن بهالالف اي هالتريننج سنتر اللي نحن عم نعمله، ايمن بالبرودكشن هاوس اللي نحن عم نجرب نعملها يعني، وحب هو يساعدنا وكان معنا كل الوقت وعيش عنا يعني فيك تقول. وخلص صرنا انه اي شيء جاد معنا، جاد ابننا، صرنا نشوفه ابننا. تسلمي لي. وانا ولا مرة الا ما حسيت بحنان الام يعني تجاه الانسان العظيمة يعني، واكلاتها الطيبين اللي تعملنا اياهم والحكي الحلو اللي بسمعه منها يعني، ما في الا عاطفة ام، وانا عاطفتي تجاه عاطفة ابن. عصبت لك وين ليلى؟ معقول مثلا ترضيكي وردة؟ هو شعور عن جادي شاركه فيه كل النجاح.